السلام عليكم. بدأت البارح في ملعب عنابة، بدأت عملية وضع الكراسي، والمؤسف أنها دائما رانا نبقى في الأحمر والأبيض، لكن معليش، نفس المشكل في الألوان تاع التراموي تاع الصيف، أحمر تاع وهر أحمر، تاع الجزائر أزرق، تاع مستغانم أزرق. يعني في قضية اختيار الألوان حدث ولا حرج. المهم هنا في ملعب وعنابة بدأت عملية وضع الكراسي بالتزامن مع عملية نمو العشب الهجين هذا اللي حطوه في عنابة. إن شاء الله الأشغال تهتمل في وقتها، وعنابة تحتضن جزء من المنافسات تاع الشان، واللي نأكد كذلك أن بعض الصور هنا في هذا الفيديو تعتبر قديمة، لكن معليش توضح لا ديسبوزيسيون تاع الالوان، يعني التوزيع تاع الالوان فوق المدرجات، يعني من اللون الاحمر الحامق الى اللون الابيض. ونكتفي اذا بهذا القدر، والسلام عليكم.